تواصل إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة جولاتها الهادفة لتعزيز الرقابة والمتابعة للأسواق المركزية وجميع منافذ البيع، وذلك تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك. هذا وقامت إدارة التفتيش بزيارة إلى السوق المركزي في المنامة للتحقق من وفرة المنتجات الغذائية بما يضمن استقرار أسعارها في الشهر الفضيل. وتمت الزيارة بالتنسيق والتعاون مع المختصين في أمانة العاصمة وغرفة تجارة وصناعة البحرين وبعض المزودين وتجار المنتجات الغذائية. هذا وتحرص الوزارة على إحكام الجانب الرقابي بتواجد المفتشين في الأسواق والمحال التجارية بشكل متواصل ومستمر، حيث تم خلال الجولات الرقابية التحقق من توافر السلع والمواد الغذائية الأساسية والمناسبة للموسم وعدم حجب السلع. والجدير بالذكر أنه لم يتم رصد أي مؤشرات لعوائق قد تمنع تدفق السلع لرفع التقارير بشأنها، مما يساهم في اتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب. طبعا هذه الزيارة جاءت استمرارا لتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء الموقر بتكثيف الحملات الرقابية من قبل وزارة الصناعة والتجارة، والله الحمد يعني من خلال الزيارة نشوف أن هناك توفر يعني في البضائع والمنتجات، ومو بس الوفرة بعد أيضا التنوع. وطبعا اطلعنا على أوضاع السوق من خلال الحديث مع التجار وأيضا المستهلكين. الخضروات والفواكه متوفرة، المحصول البحريني يتزامن مع شهر رمضان، فما عندنا في مشاكل في أي بضاعة. وإحنا راح نراقب السوق مع 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 وزارة الصناعة والتجارة، ما بنسمح بأي تلاعب وما بنسمح بأي ارتفاع في الأسعار. وإحنا عن نفسنا كشركة محمد عبد الله الشربتلي يعني نحاول إن نعوض بالكمية عن ارتفاع الأسعار. كل الأيتمات الكبيرة، الأصناف الكبيرة بتكون متواجدة ونفس الأسعار. أنا أطمن كل واحد أقول له نفس الأسعار. والله هالسنة عندنا شهر رمضان مقدم في الموسم الشتوي. هالسنة الموسم حاليا لحد الحين كل شيء يعني ما عندنا أي معوقات يعني يتأخر عن البضاعة. البضاعة الحمد لله متوفرة من كل محل هيبة في البحرين. أحسن بضاعة متوفرة في البحرين جحة، بطيخة، برتقالة، تفاحة، موز، جميع الأشياء متوفرة وزينة مناسبة.